السلام عليكم الاخوان، نتمنى تكون كلشي بخير. فيديو جديد ان شاء الله الثاني، نتمنى ان شاء الله كما درت فيديو الاخر قلت للناس شجعوا الحمد لله اتصلوا بيا الناس. كل واحد ملي كيتصل بنا كيقول لي راه شوف راه شجعتك، رانا شوف والله راه ملي كتشجع واحد خوك صدقه هادشي راه عادي جدا، راه ما خسرتي والو. هذا هو، نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الخير. ان شاء الله اليوم معلومه جديده، وكاينين سيارات جداد، كاين شي ثلاثه سيارات جداد ان شاء الله. كاين واحد الباسات، كاينه واحد 206 بلس، وكاين واحد الدوكير ان شاء الله. المهم كاين ثلاثه طوموبيلات، وكاين معلومه. المعلومه هي انه البارح كنت مع واحد السيد كاتبت لي واحد الطوموبيله، وكان هو واحد الصديق ديالو، ما عرفتش هذه الفكره عرفتوها ولا ما عرفتوهاش. هي انه انت والصديق ديالك بغيتيو تشاركوا سياره وبغيت ديروها في سميه، تخرج لكم كارت كريز في سميتكم بجوج. هاد القضيه راه كانت عاديه، يعني انا ما كتكاتبوا مثلا ملي كتكاتبوا في كارتون كتكاتبوا، وملي كتخرج الكارت كريز كتخرج لكم على سميتكم بجوج. ولكن البارح ملي كان هاد السيد هذا جا عندي هو الصديق ديالو وبغاو يتكاتبوا هاد السياره هادي، وقديت لهم المسائل، ولكن ملي مشى يدفع قالوا ليه لا، قالوا ليه راه ما بقاش ديك القضيه ديال انه الكارت كريز تخرج على جوج الناس. قالوا ليه واحد اللي غيدفع، وهذاك الاخر الطرف الثاني غيدير واحد الالتزام باش يكلفك بالسياره صافي، انه داكشي اللي درتو تكتبو بحال واحد الالتزام كديرو على انه مثلا هذا راه تشاركت مع السياره، وهذا اللي غيتكلف بها ويتحمل المسؤوليه ديالو. هذا هو اللي كاين دابا. قالوا لي ما بقاش ديك القضيه ديال انه دير كارتون ودير فيه جوج سميات وتخرج لك كارت كريز فيها جوج سميات، هادشي هذا راه ما بقاش. وصل لي السيد هذه الفكره هذه غير الصباح، هذا قال لي راه شنو كاين شنو، قلت له هذاك الشيء عادي، كل مره كيكونوا القوانين كيكونوا قوانين جداد كل مره. هذا هو ان شاء الله اليوم نخليكم مع هاد السيارات هذوك. كاين كما قلت لكم 206، كاين واحد الدوكير، كاين واحد الباسات، هذا هما، وكاين واحد 206 تاع 2015. كاين هاد الطوموبيلات هذو، وكما قلت لكم راه اي اللي عنده شي سياره يلوح عليا، راه عندي الناس بزاف كيبغوا السيارات داسيا. المهم كيما كان الطوموبيله اللي كان يلو حاليا في الواتساب ديالي، راه الواتساب ديالي راه خدام 0635 53 18 91، راه خدام فيها الواتساب. غتحط لي السياره وديك الساعه نشاركها مع المتتبعين. هذا هو. واليوم قلت علاش لا، كاينين الناس اللي كيسولوني بزاف على الدوكير و 206 بلس، وقلت علاش لا، كنت عند واحد الصديق كيبيع وكيشري في السيارات، ولقيت عنده الطوموبيل هذو وقلبتهم وعجبوني، قلت علاش لا نشاركهم معكم، علاش لا. هذا هو كيما قلت لكم، راه كيكون عندي السيارات من غير داكشي اللي كنصور، حيت علاش راه ماشي اي واحد غتمشي غتصور عنده وغدير ليه واحد الاشهار وتصور عنده، راه ماشي اي واحد اللي يستاهل وطوموبيله تستاهل على راسي وعينيه. اي واحد يستاهل مثلا ندير ليه اشهار ولا ندير ليه شهر ما حالو ولا كيدير لي مليح، علاش لا، على راسي وعينيه. عندي الناس ديالي، عندي المتتبعين ديالي، دايرين فيه واحد الثقه الكامله، بما انا ما خصنيش نخيبهم، داكشي اللي كنقول خصهم يلقاوه فيا. هذا هو اللي علاش ملي كيتصل بك بنادم، والله كيتصلوا بيا الناس، راه ما كاين شي واحد اللي كيقول لي شي هضره خايبه، والله العظيم الحمد لله ونشكرو. اي واحد كيتصل كيقول لي برافو داكشي اللي كدير راه زوين، وداكشي اللي كدير راه واللي كتقول راه هو هذاك، بمعنى كيقول كيشجعك كيقول لك مزيان وسير راه غتمشي بعيد. هذا هو اشنو بغيتي مازال، كيفاش انه انت مثلا ملي كيجي شي واحد كيقول لك هادشي هذا تمشي انت ودير شي حاجه ماشي هي هذيك. هذا هو. البارح حتى هو اتصل بيا واحد السيد، حتى هو عنده واحد القناه في اليوتيوب، هو قال لي شجعني وعلاش لا، قلت له علاش لا، دير غير حاجه مليحه وهضر مع الناس بالمعقول ويكون فيك المعقول راه غتمشي بعيد. هذا هو. نخليكم مع السيارات هادو بلا ما نطور عليكم، نخليكم مع السيارات، واللي خاصو شي حاجه التليفون ديالي راه كنحطها، نخليكم مع السيارات. كما قلت لكم كاينين ثلاثه الطوموبيلات، مي راه كاينه الدوكير هذه 2015 من سمارة، كتسمى من سمارة، 5 د البيبان فيها في الريجيلاتور، هذه سون كليم، ما فيهاش كليما، ما بغاش كليما، وفيها ثمن مناسب 9 د المليون ان شاء الله. كيقول مولاها 9 د 300 ولكن 9 د المليون غيبيع. هذا هو 2015، طوموبيله زوينه نقيه، ما كاين لا ضرب لا والو. قلبت هذه جا ديجا شتا، وقلت علاش لا نشارك هاد مع المتتبعين.
كانت كان واحد السيد كيشري فيها وما فرزقوش، اللي فرزقوا راه هي. هذا هو كما قلت لكم هذه 2015 5 د البيبان 100 كلي، وكاينه 206 206 بلس، كاينه 206 عاديه كاينه 206 بلس. ان شاء الله الفيديو غيكون على شنو هو الفرق بين 206 عاديه و 206 بلس ان شاء الله قريبا. ان شاء الله 206 بلس هذه 2013 طوموبيل زوينه، فيها موتور زوين، فيها نقيه نقيه الطوموبيل اللهم بارك، شي 6300 ان شاء الله، و 6 المليون حتى هي ممكن غيبيعها. هذا هو الطوموبيل، راه زوينه زوينه بزاف، ما فيها لا ضرب لا والو. هذا هو الضرب، راه ما فيهاش داكشي اللي ما كنبغيش. هما اللي بغى اكثر معلومات اكثر راه غيتصل بيا، نعطيه معلومات اكثر. هذا هو بمعنى كاين هاد باسات هادي 2011 ديوان 2015، هذا هو اللي بغاه حتى هي راه كاينه. المهم راه المعلومات ديالها هادي راه عامره، الطوموبيل عامره. كاين هاد دوست حتى هي، اي معلومه بغيتي اكثر النمره ديالي راه كاينه، اي معلومه بغيتي غير دابا كنعطيك داكشي اللي عندي، واي معلومه بغيتي اكثر على الطوموبيله غتتصل بيا نعطيك جميع المعلومات اكثر، لا اما في الواتساب اما اتصل بيا ديريكت. هذا هو هادي دوستر 2015 هادي العامره، هادي صباغه كلها دي اوريجين، طوموبيله نقيه اللهم بارك. هادي كتبقى في 12300 البي ديالها، ولكن طوموبيله اللهم بارك زوينه بزاف، ما كاين لا ضرب لا والو، طوموبيله راه السوق. ولكن كما قلت لكم اجي وشوف ونوري لك اكثر، مثلا نقول لك كاع اللي فيها نقولها لك. هذا هو، نتمنى ان شاء الله تشجعونا باللايك ديالكم علاش لا، قبل ما تخرج شجعنا باللايك، واللي ما شارك يشارك معنا في القناه علاش لا.